الحمد لله الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي الكريم والعبد الشكور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه إن كنتم إياه تعبدون، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. عباد الله، لقد نهى الله تعالى عن الإسراف ونفى محبته للمسرفين، ونهى عن التبذير، وأخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل شأنه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال عطاء رحمه الله على قوله: ولا تسرفوا إنه نهي عن الإسراف في كل شيء. فيا ترى ما هو الإسراف، وما هي والتبذير، وما هي مظاهره وآثاره؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: الإسراف هو الإفراط في شيء ومجاوزة الحد. وقال إياس بن معاوية رحمه الله: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. عباد الله، وللإسراف مظاهر تبدو على كثير من الناس، من ذلك الإسراف في اللباس والأكل والشرب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما كل ما شئت والبس ما شئت، ما خطئت كثنتان أو أخطأت كثنتان، سرف أو مخيلة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال الموفق عبد اللطيف البغدادي رحمه الله: هذا الحديث جامع للفضائل، تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة. فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة، فيؤدي إلى الإتلاف، ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. ومن الإسراف في اللبس ما يتعلق بشأن الملابس النسائية، فإن كثيرا من النساء تقوم بشراء الأقمشة المتنوعة والتي قد تكون بأسعار غالية، ومن ثم حملها إلى الخياطين، مما تسبب في وجود كم هائل منهم في كل مكان. الأمر الذي قعد بالنساء عن مزاولة مهنة الخياطة للباسهنهن اتكالا على الخياطين، وهذا من الترف الذي أنتجه الإسراف.
مع ما يحصل من الفتنة بسبب خروج المرأة إلى الأسواق ودخولها في محلات الأقمشة ووقوفها أمام الخياطين وجها لوجه للتفاوض معهم في نوع التفصيل، وكذلك المقاسات والتطريز والأسعار وغير ذلك. قال القرطبي رحمه الله: من كلام الحكمة ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع. فعلى النساء وعلى أوليائهن أن يتقوا الله وأن يجتنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى المرأة المسلمة العاقلة ألا تنظر إلى فعل كثير من النساء من التباغي في المظاهر واتباع الهوى والشهوات والانسياق وراء الموضات التي يبثها ويحرض عليها أعداء الإسلام بأفعالهم ومجلاتهم من الكفرة والكافرات والفجرة والفاجرات. في كل يوم يصبحون ويمسون